حكايات الأمكن عبر صباح الشروق نوثق لها من خلال فقراتنا اللي دوما هي تأتيكم عبر صباحاتنا المختلفة، ونحن نتواصل بالتأكيد والحراك الثوري في السودان من خلال شباب السودان، شباب العزة ولجان المقاومة والأدوار الكبيرة اللي بيلعبوها في الفترة الانتقالية، تحديدا الشباب الثوار. كل تأكيد شمروا دائما السواعد ليبنوا السودان، وقالوا بصوت واحد مدنية وقالوا حنبنيهم. تحية حلوين وحلوين وحيتعامل حياة كثيرة جدا في المستقبل القريب، طالما في طاقات زي دي الواحد يفخر بها، وطالما في ذكريات جميلة جدا كانت في أيام مضت، كل ما الواحد يتذكرها ويشوف الفيديوهات يكاد يجهش بالبكاء. صحيح. لأنه في درجة بتاعت وعي كبيرة جدا لجيل كان يتهم بأنه هو أصلا ما موجود معانا في الدنيا، لا طلع العكس وطلع انه هو جيل واعي، جيل قادر انه يحدث حراك كبير جدا ويحدث تغيير، والان قادر انه يخطط ليبني السودان وان شاء الله يحصد نتائج هذه الثوره العظيمه. نعم. سعداء جدا انه ينضم الينا داخل الاستوديو الشاب والثائر انجاز التعبير، هكذا انا افضل ان اقول، بدوي بشير العاقب، والعاقب هو عضو مركزيه الكلاكلاب القبة وعضو تنسيقية الكلاكلات وجنوب الخرطوم. اهلا بك بدوي، وسعيدين جدا بك في صباح الشروق. اهلا بكم، ونحن مبسوطين جدا انه كشباب كثوار وكليام مقاومة بمختلف مسمياتنا كطلبة جامعيين وغيره، انه نقدر نصل لحتة نعبر فيها بصوتنا، نقدر نصل لمكان بالنسبة لنا زمان يعني كان محتكر لفئة معينة من الناس. صحيح. حاليا قادرين انه نتواصل، وسعيدين جدا اننا وصلنا للقنوات التلفزيونية عشان نوصل صوتنا ونوصل أفكارنا، فشكرا لكم. احنا دائما مع الشباب، يعني احنا جزء من الشباب دائما نتفصل عنه، احنا دائما معه توثيقا لأفكاره ولأدواره اللي بيقوم بها، والتغيير هو طبعا سنة الحياة، فلابد من التغيير يكون كامل. لما قال حسام حنبنيه في الفكر وفي التأسيس وفي التعاون وفي المشاركة بالمنبع لجان المقاومة في كل أحياء السودان. هنبدأ نتكلم عن الراهن السياسي كالبداية، ومعروف أن الشباب زمان في القيادة العامة وإلى الآن هي الثورة طبعا مستمرة بالحراك الموجود من خلال خدمة المواطن السوداني في التفاصيل المختلفة. لأي مدى الآن يعني الراهن السياسي ممكن يشكل دور كبير جدا في طموح وأحلام الشباب الممتدة؟ حقيقة نحن وقت نجي نتكلم عن الراهن السياسي بنتكلم عن الانتقال الديمقراطي لنا نحن في السودان، يعني ده أول تجربة نحن نخوضها كشباب في العمل السياسي عامة. قبل اليوم كان القمع متواصل في الجامعات، القمع متواصل على مستوى المنابر السياسية والأحزاب السياسية حتى منظمات المجتمع المدني، فنحن لو نجي نتكلم عن الحادي بنلقى إنه حتى الواقع السياسي بالنسبة لنا حاليا سيء، وسيء جدا، من صراعات لاختطافات لتجمع المهنيين لتفاصيل كثيرة. من الأحزاب السياسية السودانية أنا ما بعيب عليها هي براها عشان ما نبقى نحن ذاتنا كشباب يعني إخصائيين وغير كده، بس نسمع صوت الإعلام البديل أو الجداد بتاع الكيزان. فمن الواقع ذاته اللي نحن شايفينه إنه فعليا في صراع سياسي تمام بيتم واحتضان وتفاصيل كثيرة، لكن نحن دورنا في إنه نتقبل الحادي بشكل ديمقراطي، في انه اي انتم تصارعوا لكن في النهايه طلعوا لنا بمشروع وطني نقدر نحن كشباب نوصله للجان المقاومه معانا، كشباب نقدر نتكلم بانه هاي ده مشروعنا جينا به، وهاي دي الفتره الانتقاليه يتمسكوا باعلان الحريه والتغيير كبنود ما كاحزاب، يعني الثوره مستمره في انه الانتهاز بيقع، الهبوط الناعم بيقع، اي زول بيفكر في مصلحته الشخصيه في انه دار ينتج مشروعه حاليا كحزب ولا كتجمع ولا مع انه هناك ميثاق واضح جدا والكل آمن به ومضى عليه، يعني 10 بنود انا بالنسبه لنا كليام مقاومه نعم مقاومه احنا بالنسبه لنا اعلان الحريه والتغيير، اعلان الحريه والتغيير فقط، يعني كبنود احنا شايفين ان احنا الحريه ونحن التغيير ونحن الاعلان كشباب وكثورة وكشارع. بالنسبة لنا المشاريع السياسية بمختلفة، ما يقتضي الشارع أو الجمهور هو اللي حيمشي، أنت كحزب سياسي
بتفاصيلك بتجي في فتره بتاعت وحتى ادخال قرارات الشباب يعني في القرارات السياسيه، انا بفتكر انه دي واحده من الاجنده المهمه بالفتره الجايه. دي حاجه مهمه في الفتره الجايه وفي الفتره الحاليه، يعني حاليا احنا قبل فتره تمررت فينا حاجات ما المفروض تمر. زي شنو؟ قرارات سياسيه بحته، زي تعيين الاولى المدنيين رئيس مجلس الوزراء، ونحن بنعيب عليه واحنا جايين هنا نتكلم بكل شفافيه. انه قال انه قاعد مع يعني المقاومه وشاورهم، العكس تماما، احنا القرار بتاع تعيين الولاية المدنيين ده كان قرار سياسي بحت، يعني المقاومة ما اجتمعت فيه مع رئيس مجلس الوزراء ولا اجتمعت فيه مع أي كيان سياسي إلى يوم الليلة. يعني برضو في مذكرة 30 يونيو يعني احنا قدمناها كلجان مقاومة أغلبها يعني شاف رد الفعل بتاعها، اتمررت فينا قرارات في إنه طلعوا أغالوا لنا المدير عام الشرطة وجابوا لنا مدير عام شرطة ولاية الخرطوم ذاته، اللي هو يعني احنا عندنا على تحفظات كلجان مقاومة، ده اللي حصل يعني. فالواقع السياسي محتاج تغيير، الواقع الاجتماعي، يعني احنا قمنا بثوره سياسيه فقط، جبنا شلنا البشير وشلنا المؤتمر الوطني، جبنا حمدوق الحريه الطلاب، ما قومنا النازل الثوره حتفشل والثوره حتجهض، ما صححنا النازل يبقى نحن زادنا ما فينا خير، فهذا الواقع. انا اطمنك انه ثورتنا ما حتفشل باذن الله. لا الواقع ما نحن اللي حنفشل، حيفشل اي انتهاز. المشروع الوطني الكبير اللي بدا السوار بانه يجيبوه ويحطوه في ارض الواقع، وعاوزين يبنوه، عشان كده المفروض الشعار ده ما ينزل تماما، اللي هو موضوع انه الثوره مستمره ومتواصله من خلال المراقبه والمتابعه والتقويم، زي ما انت قلتها. ده بخليني اتكلم معاك بعمق شويه عن دور الثوار وكل ثائر بذيه، لجان المقاومه التنسيقيه مركزيه في العمليه السياسيه وجوده بقوه. الان انت ذكرت انه انتم ما كنتم موجودين مثلا في واحده من الحاجات السياسيه المهمه جدا، تعيين الولاء المدنيين، فخلينا نتكلم عن دوركم وشنو المأمول من كل ثائر نزيه من لجان المقاومه التنسيقيه مركزيه، الا كل التسميات المعروفه في العمليه السياسيه. طيب احنا في العمليه السياسيه انا شايف انه اهم دورنا في انه احنا حاليا بقينا الحاضنه الاجتماعيه والشعبيه للمجتمع السوداني، الشارع وقت يكون دار اطلع احنا بنهديه او بنسترشده في انه حنطلع لك مسارات، حنسوي. بالنسبه للجماهير تمام، احنا مفروض انه دورنا الاساسي في انه نوصل للمواطن انك انت ما بالضروره تبقى مواطن سياسي، ما زي الحاجه الحاصله اصل اي سوداني عامل انه محل سياسي، والضرورة إنه إحنا نوعي المواطن، لأنه أنت كشعب سوداني مفروض يحصل لك واحد اثنين وثلاثة، مفروض حقوقك وواجباتك، حقوقك وواجباتك، الوعي الاجتماعي ده، التغيير الاجتماعي في الماضي القديم بتفاصيله، بجهله، باضطهاده للمرأة، بعدم توزيعه العادل للفرص، بتمركز الحاجات كلها في ولاية الخرطوم، ده نحن من حقنا كشباب أو دورنا الأساسي كشباب في إنه نتواصل مع شباب الولايات، في إنه نتواصل مع شعوب الولايات، في إنه الناس كلها تلقى تعليم، تلقى صحة، تلقى تغيير اجتماعي، تنمية متوازنة في كل ربوع السودان، ديمقراطية متوازنة وصدمة وطيب، دي الحالة نحن دارنا. السلام بنتكلم عن إنه إحنا عايزين سلام وعايزين دورنا نحن ذاتنا كشباب في الفترة الحالية دي في إنه نحن نوطد الحاجة دي. السلام ما بيجي عملية صنع السلام، بناء السلام والمحافظة على السلام، مفروض إحنا نقاطب السلام ما بتبني إلا بالاستقرار ذاته، استقرار الأوطان. طيب إحنا إذا يعني غفزنا كده إلى الوعي المجتمعي وتحدثنا عن هياكل السلطة في تقديم الخدمات للمواطنين، ماشي وين؟ وقفت وين؟ الإشكال الأساسي في 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 الوثيقة الدستورية وفي الحكومة الحالية، حكومة عبد الله حمدوك، احنا نثبت حاجه او نعمل حاجه انه الحكومه دي احنا بندعمها لحد اخر لحظه، لانه دي الحكومه اللي احنا جبناها. طيب الفراغ القاعد حاليا جاي من فراغ المجلس التشريعي او السلطه التشريعيه للحاجه دي تمام، ده بيدينا لانه في حاجات احنا للان ما قادرين نعملها، في قرارات المفروض تتخذها السلطه التشريعيه اللي هي حتساعد في انها تقدم حاجات للمواطن، مثلا اذا يوم الليله كمجلس تشريعي لمحليه الخرطوم اذا عملت المجالس التشريعيه، عايزين نغير المدير التنفيذي فلان، حيتغالوا حيجي مدير تنفيذي غيره بقرار ثوري مجلس تشريعي ثوري. تقصد المحاسبه تحديدا؟ الاغاله والمحاسبه وتقديم الخدمه، يعني يوم الليله اذا عايزين نوزع حاجه فانا ممكن اجيب زول من المنطقه الفلانيه، المجلس التشريعي ما دوره فقط في انه يشاور ويطلع قرارات، دوره في انه ذاته الليله المواطن ده ليه ما وصلت له الحاجه بالضبط كده، السؤال والمحاسبه. السلطه اللي بتكتبي لي لما انا اتكلم عن الوزراء عن عرفا، يوم الليله احنا عندنا 7 وزارات فارغه، وكلاء الوزارات دي احنا مع احترامنا لهم تمام محتاجين لانه يكون في وزراء كفاءه على المستوى
تقديم الحاجات، زي مثلا يوم الليله وزاره التجاره والصناعه تتكلم عن انه التعاونيات والتفاصيل والتفاصيل دي. احنا ما عندنا مشكله في الحاجه، لكن احنا لو نقدر انت تتوفر لنا بقرارات ثوريه بقرارات وزاريه واضحه وتكون واضح وصريح، احنا بنقدر نوصل الحاجه للمواطن من عيش لدقيق لغيره. ما بتكون في ازمات، ما بتكون في ازمات. وبعدين برضه محتاجين نطلع من الموضوع انه دور المسؤول فقط هو اصدار القرارات، لازم ينزل لارض الواقع ويكون عايش وشايف الحاصل شنو، زي ما بنشوف بعض الاشراقات. يعني ملف السلام كان هو اولى اولويات المرحله الانتقاليه، صح، وهو الملف رقم واحد وما زال. شايفين الحصل شنو في الفتره اللي فاتت، وعشان ما نشوف السودان ثاني احنا ما دارين اللي قدامنا، نتكلم عن انه دارين سلام وتعايش سلم، الموضوع ده ننتهي منه باختصار كده يعني. طيب احنا نتفق على انه السلام واقع يعاش وليس اتفاقيات توقع. توقعت نفاشة وتوقعت بعدية وبعدية وبعدية، وقعت اتفاقيات كثيرة، تمام؟ الاتفاقيات اللي توقعت دي على مستوى السودان كانت مجرد ترضيات للحركات المسلحة، الإنسان القاعد في المناطق الهامشية، الشعب السوداني ما لقى منها أي حاجة. فالحاجة دي سيئة جدا. احنا عايزين السلام بيبدأ من معسكرات النازحين، السلام بيبدأ من المناطق في جبال النوبة ودارفور ومناطق النزاعات المسلحة في شرق السودان من الجنوب السودان إلى الشمال يعني صح. فالتهميش الوقع هو تهميش اقتصادي، تهميش اجتماعي، تهميش في التعليم، تهميش في الصحة، دي اللي نحن محتاجين له. محتاجين واقع اقتصادي جيد للناس زيلك. يوم الليلة انت اذا البرسيم بتاعك، يعني اضرب لك مثل بتاع ولاية الخرطوم، اذا شلته من هنا وديته للإنسان بتاع الرعي في دارفور ما حيمشي تاني، يضطر انه يقاتل عشان المزارع عشان يخش في ارض المزارعين. فدي برا يعني انت لما تلقى حل جذور الازمه تخاطب جذور الازمه. جذور الازمه احنا نخاطبها بنتكلم عن القبليه و احنا اذا لقينا اذا اي مواطن في دارفور وفي جبال النوبة وفي شرق السودان وفي شمال السودان المهمش كذلك لقى مستشفى ولقى جامعه ولقى تعليم بشكل متكامل، يوم الليلة تاني ما لا أنا لا أنت حنحتاج نتكاتل، لأنه الفرص متوازنة، ما حاحتاج للإطار الضيق بتاع قبيلتي. ليه؟ لأنه أنا يوم الليلة إذا مهما كان لوني قبيلتي حامشي أتعالج بنفس سعر الدواء ده، حامشي ولدي حقريب بنفس الصورة. فدي ده الواقع بتاع السلام، ما لم يجي حلول جذرية للمشاكل الاقتصادية، لمشاكل التعليم والتهميش، صوت البندقية ما حيسكت. إحنا بنتكلم عن دي قضية طبعا يعني قضية أهم قضية، اهتمام بأماكن النزاعات والحروب في السودان، لأنه الناس دي صراحة تألم كثير. يعني الإنسان الموجود في المناطق دي جريح جدا جدا، لأنه فقد لأساسية الحياة من تعليم من صحة من مزاولة مهنة بأمان استقرار الأسر، ونزوح لأماكن هي غريبة عنهم يعني، وممكن يجدوا فيها سبل العيش صعبة جدا جدا. إحنا بنقول من خلالك، من خلال لجان المقاومة، من خلال الثوار، ومن خلال الشباب، ومن خلالنا عبر صباح الشروق، رسالة لرؤى مستقبلية لسودان جديد عبرك لكل المشاهدين، وكذلك لحكومة دكتور حمدوك وكل المتواجدين على ربعة السودان، تقول شنو في الرؤى دي؟ أنا بالنسبة لي أنا بخاطب كحركات مسلحة، كليام مقاومة في المناطق دي، كمجلس وزراء، كشباب وكشعب سوداني، التغيير والسلام محتاج رغبة شعبية ومحتاج إرادة شعبية. الناس لما كانت بتشتغل في كل دول العالم اشتغلت على أساس السلام، والبنيان ده بيجي مننا نحن، مفروض إنه نحن نبدأ نغير من واقعنا وإن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. نحن وصلنا كده لختام الفقرة، ويعني الجميل في إنه الشباب يعني ما في إحباط الحمد لله من خلال هذه الاستضافة، لسه هو ماشيين في السكة الميت. أكيد ماشيين في السكة نبيد أكتر إن شاء الله، وماشيين لقدام عشان نبنيه ما مجرد شعار بترفع، لا، في وعي، في رؤى حتكون لقدام، في عمل حيكون أكبر، في ثقة كبيرة جدا بالنفس إنه الشباب قادر جدا، زي ما عمل تغيير كبير جدا وعمل طفرة كبيرة جدا وعكس الصورة المشرقة لشباب السودان، وقادر في المستقبل إنه يبني السودان فعلا، وقادر إنه يقود كافة العمليات السياسية إلى آخره، يعني قادر إنه يكون موجود في المكان الصح، بس كل شاب سوداني يكون موجود في المكان المناسب بالحاجة اللي هو بيستحقها. أنت عندك شنو وحتعمل شنو حسب الحاجة اللي عندك
انت تكون موجود في المكان اللي انت بتستحقه عشان بتقدم اللي عندك لوطنك ولكل الناس وتنفع. بدا بشير العاقب عضو مركزيه الكلاكره القبه وعضو تنسيقيه الكلاكرات وجنوب الخرطوم، شكرا لك ولحضورك معنا اليوم في صباح الشرق. شكرا لكم وشكرا لكل القنوات السودانيه الشريفه والمذيعين الشريفين اللي واقفين وكانوا واقفين معنا من بدايه الثوره. ودي دعوة لكل الثوار ولكل الناس السودانيين، يوم 17 أغسطس اللي هو بكرة في مليونية جرد الحساب، ماذا فعلت الحكومة وماذا نحن نريد. شكرا بدوي بشير العقب، شكرا.